مرحبا، معكم فريق ميتا سيلرز. اليوم الفيديو رح يكون عن كيف احنا ممكن نعمل انشاء اوردر، وبرضه شرح عن المالية، كيف انت تشيك على المبلغ، مبالغك وربحك، واذا تم المحاسبة عليه او لا، وعلى طلباتك برضه اذا تمت التوصيل او تمت الشحن، وكل هاي المعلومات. بالنسبة طبعا اكيد احنا شرحنا لكم كيف ممكن تسجل كميتا سيلرز. ثاني خطوة هي عنا ياهم الإنشاء أوردر والمالية. رح نضغط في حال إجانا طلب من أي زبون أو أي كاستمر، بنضغط هون على إنشاء أوردر. رح تفتح لنا هاي الصفحة، بنكبس إنشاء، رح تفتح لنا هاي الصفحة. هلا هاي الصفحة هي الصفحة اللي احنا بنحط فيها معلومات الزبون أو الكاستمر. طبعا أكيد بنختار الدولة الأردن، الاسم الشخصي يعني اسم الشخص، اسم العائلة مثلا، العنوان، الشارع الى اخره، هون بنكتبهم. هلا اهم اشي بدكم تكونوا عارفينه انه اي اشي محطوط عليه هاي العلامة الحمراء، النجمة الحمراء فوق، لازم نتعبى. بعدها بننزل هون عنا المحافظة، الشمال، الجنوب، المفرق، ما عدا بسطة الزرقاء، عمان، لنفرض انه هو في عمان. برضو بالنسبة لقيمة التوصيل، بدي تعرفوا انه قيمة التوصيل لجميع المحافظات هي 3 دنانير. هون اكيد لازم نحط رقم الهاتف، طبعا اكيد رقم الهاتف ما بصير ننساه، يعني اهم اشي تكونوا حاطين اسمه، رقم الهاتف، وين ساكن، وباي محافظة، رقم الهاتف البديل اذا موجود، اسم المنطقة واسم الشارع ورقم العمارة ورقم الطابق. لنفرض انه هاي الاشياء مثلا مش موجودة عندي، ما في مشكلة، مو شرط نعبيها كلها. هلا هون الاوردر ايتم، هون المنتج اللي هو طلبه. هلا طبعا نقدر ندور على المنتج اما من خلال الاس كي يو، اللي هو رقم الاس كي يو خبرناكم عنه في الفيديو السابق، او ممكن نكتب اسم المنتج بيطلع لنا المنتج. لنفرض مثلا انا عم بدور على منتج رقم الاس كي يو فيه 73، اللي هي طاقية للقطط على شكل ارنب، بختارها. الكمية هون اذا كان طالب وحدة او اكثر من وحدة. في عنا كبسة الاوفر دو ذا يونت برايس، هاي اذا كبستها معناته انا بعته باكثر من 10 دنانير، يعني سعر القطعة عنا هون 10 دنانير. اذا انا بعته ب15 بكبس over do the unit price، بحط السعر اللي انا بعته اياه فيه هون، بعدين بكبس على create order item. هيك رح يتسجل عندي انه انا بعته اياه ب15 دينار وليس 10 دنانير، والكمية 1. في حال كان هو طالب اكتر من منتج، برجع بكبس على add new order item، وبختار هون المنتج الثاني اللي هو كان طالبه. بعدها بنزل لتحت وبكبس على حفظ. هيك انا بكون سجلت طلب، اللي هو بكون طلبه اول اشي اللي هي تاعت طاقية للقطط على شكل ارنب ب15 دينار، وحقيبة داخلية للحماية من السرقة حقها 10 دنانير. جمعهم بطلع عندي هون، رسوم التوصيل بتكون موجودة عندي، والمجموع كامل بكون طالع عندي برضه، رقم الاس كي يو بكون طالع عنا، والمعلومات كاملة تاعون المنتج بتكون موجودة عنا. هلا بالنسبة هيك احنا بنكون سجلنا الاوردر بشكل عام، وبكون الطلب وصل لفريق ميتا سيلرز. هم رح يشحنوا الطلب ورح يبكتوا الطلب وبيبعتوه للزبون، وبيتأكدوا من الزبون يعني وين مكانه وهيك، وبيبعتوه مع شركة التوصيل. إذا بدي أشيك إذا الطلب وصل أو لا، أو إذا تمت المحاسبة عليه أو لا، بدخل عن طريق المالية. المالية بتبين لي فيها كثير أشياء، أول إشي حالة الطلب، ثاني إشي الطلبات اللي أنا تم يعني المحاسبة عليها، يعني حاسبوني عليها أو لا. في عنا 3 فلاتر بهاي الصفحة نقدر نستخدمهم. أول فلتر تاريخ إنشاء الطلبية وتاريخ التسليم، يعني لما يوصل الزبون، مثلا أنا رجعت حكيت للزبون متى وصلك بأي تاريخ بحكي لي، وتاريخ المحاسبة بالتاريخ اللي حاسبني عليها فريق ميتا سيلرز. تمام. هلا هون رح يكون عنا مبالغ طلباتنا موجودة، قيمة الربح تاعتي بكل طلبية، ورقم الطلب، وبيطلع عندي اليوم اللي أنا سجلت فيه، تاريخ التسليم بيطلع موجود، تفاصيل الفاتورة إذا كنت بدي أشيك على أي شيء بكبس على فيو، وهون بكون عندي طالع إذا تم التوصيل أو لا. تم التوصيل، تم الشحن، بتبين عندي هون. تم المحاسبة عليها بتبين هون، إذا إكس معناته لسه ما تم المحاسبة عليها، إذا بتكون محطوط عندي صح معناته هم يحاسبوني عليها. وهيك بعرف قديش هون الشامل المبلغ اللي هم اللي انا بدي اياه من ميتا سيلرز، تمام، والمبلغ المحصل اللي هو لفريق لميتا سيلر قد ايه هو، يعني تكلفة هاي كل كل الطلبيات اللي انا عملتها انه قد ايه وصلهم منها مبالغ. هاي
بالنسبة لصفحة المالية. هلا هذا باختصار عن الويب سايت، الأشياء الرئيسية اللي أنتم بحاجة أنكم تعرفوها، وأكيد إذا في أي مشكلة إحنا دائما موجودين، تقدروا تتواصلوا معنا. وبالنسبة للويب سايت هو كتير سهل، إذا بتعمل أكتر من أوردر زي ما قلت لك بتقدر تزيد نسبة الربح تاعتك، هيك أنت بتكون فتحت بزنس خاص إلك بدون ما تكون مسؤول عن الشحن، عن إنك تجيب المنتج، عن حتى مساحة تخزين إنه تحط منتجاتك فيها، كلها بنوفر لك إياها. وطبعا أكيد رح نشرح لكم أكتر في المرات الجاي عن أشياء ممكن تفيدكم أكتر.